Technoplanète. Information. Claire et net. مرحبا بكم في كوكب التقنية. أيها المتابعون الأكارم، أهلا وسهلا بكم في تسجيل جديد من تسجيلات الويندوز 10. في هذا التسجيل سنتعرف على كيفية استخدام أداة ويندوز ميديا كرياسيون تول أو كرياسيون تولز. هذه الأداة تمكننا من عمل أمرين، إما ترقية نظامنا إلى آخر نظام طرحته شركة المايكروسوفت، أو تنزيل آخر نظام طرحته شركة المايكروسوفت. أي أن هذه الأداة تمكننا من إدارة تحميل وتنزيل آخر نسخة من الويندوز. قبل الخوض في هذا الموضوع، أود أن أخبركم أن هذا التسجيل هو خارج عن المحور المتسلسل لويندوز 10 الذي نتابعه من كل جمعة. يعني هذا التسجيل هو خاص بكيفية ترقية النظام ويأتي في وقته فقط. أما عندما سننهي هذا التسجيل سنعود ونكمل من حيث توقفنا في آخر حلقة قمنا بنشرها على القناة. سنقوم بشرح كيفية ترقية النظام وكيفية تنزيل نظام الويندوز 10 بهذه الأداة، وسنستمر في الحديث عن ترقية الحاسوب إلى آخر نظام بمناسبة صدور ويندوز نسخة ماي 2019 المرموز لها بنسخة 1903. قبل البدء أود أن أخبر الإخوة المبتدئين والذين لا يحبون كثرة الفورمطاج وتنزيل وتثبيت التحديثات وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه أن لا يقوموا بخطوة ترقية الويندوز، لأن الويندوز لحد الآن لا نعرف هل به أخطاء أم لا، ولكن يبدو أنه مستقر حسب قول معظم المواقع الإخبارية. إذن أول شيء سنفعله هو سنقوم بالذهاب إلى موقع المايكروسوفت لنقوم بالتنزيل الأداة التي تمكننا من تنزيل أو ترقية ويندوز 10. إذن أفتح المتصفح الخاص ب Google Chrome. أنا داخل موقع جوجل بمتصفح جوجل كروم. أصعد إلى بداية الصفحة ثم حرف E ثم إسباس. أكتب تلشارجي T و أكسون تيغو L و أكسون إيغو CH R G E R Windows 10 Windows W I N D O W S 10 إدخال 10 Télécharger Windows 10 recherche Google. ننتقل إلى النتائج البحث. Mode de recherche. Résultat web. Cliquable. Télécharger une image disque Windows 10. Fichier ISO. Microsoft. Titre niveau 3 lien. هذه هي النتيجة التي سندخل إليها، تنزيل صورة من الويندوز الأخير. ندخل إلى هذه الصفحة، صفحة المايكروسوفت طبعا، لنتأكد ننزل بالسهم مرة واحدة. إذن هذا هو الموقع. طبعا من بحث باللغة الإنجليزية download Windows 10 سيظهر له الموقع بالإنجليزية وهي النتيجة الأولى. إذن نفتح النتيجة. مباشرة نتحرك برقم واحد إلى رأس الموضوع الأول. سيكون هنا فرق بين الناس الذين يستخدمون ويندوز 10 والذين يستخدمون نظاما قديم مثل ويندوز 7 ويندوز 8.1 ويريدون تنزيل ويندوز ميديا كرياسيون تولز. إذا ننزل بالسهم مرة واحدة سنسمع. قال لي ويندوز نسخة ماي 2019 متاحة لأنني أستخدم ويندوز 10 نسخة أكتوبر 2018. ننزل. يقول لك بأن هناك إضافة ستقوم بالترقية الويندوز 10 مباشرة. إلى إذا أردت تنزيلها اضغط على الليان ميتخاجور مانتنو. لو ضغطت على ميتخاجور مانتنو سيقوم الموقع بإعطاء أداة تقوم بترقية النظام. نحن ننزل أو نتحرك إلى الرابط التالي نسمع يقول الرابط آخر تلشارجي مانتنو لوتي هي التي سنستخدمها. نضغط بالإدخال لنقوم بتنزيل ويندوز ميديا كرياسيون تولز. تلشارجمان ترميني. نضغط بالإسباس على أوفغير. نحن الآن فتحنا أداة ويندوز ميديا كرياسيون تولز. الآن يقوم بعملية الإعداد. ننتظره قليلا بعض الدقائق. اتفاقية الترخيص نقوم بالموافقة عليها. accepter espace. ننتظر قليلا. الآن أعطاني أمرين. قال لي
Aucun mot mettre à niveau sur PC. Oh, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? ماذا تريد أن تفعل؟ هل تريد؟ Vite, mettre à niveau sur PC maintenant. ترقية هذا الحاسوب الآن أم؟ Créer un support d'installation, clé USB. يعني إنشاء support d'installation, يعني مساعد تثبيت أو نسخة تثبيت. Vite, ثم support يعطيني légal. Support légal, précédent suivant. نعيد نمط التصفح للوضعية العادية. Aucun mot de revue précédent. إذا اخترت مدخل نيفو سو بي سي مانتنون ستقوم الأداة بتنزيل الويندوز 10 وتقوم بترقية حاسوبي إلى نسخة ماي. إذا قمت بالضغط على إنشاء نسخة وسائط التثبيت ستقوم النسخة بتنزيل نسخة ويندوز 10 إيزو وسأقوم بعد ذلك بحرقها على الفلاش أو على اليو اس سي دي ثم أقوم بتثبيتها تثبيتا نظيفا يعني سأقوم بعملية فورمطاج للقرص وتثبيت الويندوز 10 نسخة ماي. طبعا موضوع الفورمطاج كنا قد شرحناه في تسجيل سابق وهو التسجيل الأول من سلسلة ويندوز 10. الآن قبل الضغط على زر الترقية لأنه هو الموضوع الذي سأستكمله نستعرض كيفية تنزيل النسخة. ننزل بالسهم لأن طاب لا يعطيني خيار كريي يعني إنشاء نسخة الكلي USB. نضغط بالإدخال dialogue préparation de certains éléments préparation de certains éléments dialogue sélectionner la langue l'architecture et l'édition. هنا يعطيني اختيار اللغة لغة الويندوز طبعا مختلف لغات تأتي هنا. utiliser les options recommandées pour ce PC case à cocher focaliser cocher. يقول لك اختر اللغة والمعمارية وإلى غير ذلك ويعطيني خيارين يعطيني خيار يعني استخدام الخيارات أو استخدام الإعدادات الموجودة في الحاسوب الآن. utiliser les options recommandées pour ce PC case à cocher focaliser. الخيارات الموجودة في هذا الحاسوب كوش يعني سيقوم بتنزيل نسخة فرنسية X64 نسخة البرو. أنا أريد مثلا أن أغير اللغة وإلى غير ذلك نضغط نزيل علامة التحديد من هذا الخيار ثم نضغط ماج طاب إلى غاية سويفون. نضغط طاب الآن مرة واحدة بونج. نتحرك بالأسهم هنا اللغات كثيرة أتركه الفرنسية مثلا طاب أتركها كما هي طاب المعمارية يعني هل 32 بيت أو 64 بيت حسب الرام والبروسيسور عندي لدو سيقوم بدمج نسختين في نسخة واحدة 64 بيت يعني نسخة 64 بيت 32 بيت يعني معروفة أتركها 64 بيت مثلا طاب طاب إلى غاية سويفون إسباس هناك خيارين إما أن تقوم الأداة بتنزيل الويندوز وحرقه مباشرة على الفلاش لذلك يقول لي اختر الميديا يعني اختر المكان الذي ستقوم بتنزيل الويندوز عليه. هنا يجب أن أكون قد ربط الكلي يعني اليو اس بي وحجمها يجب أن لا يقل عن 8 جيجا وأختار اليو اس بي لتقوم الأداة بتنزيل النسخة في اليو اس بي ثم بعد ذلك ستقوم بحذف كافة البيانات الموجودة على تلك اليو اس بي. هذه معلومة يجب أن نضعها في الحسبان. أو تقوم النسخة بتحميل نسخة الويندوز 10 ولكن بصيغة الإيزو تضعها في مكان أنا أحدده ولكن بصيغة الإيزو. نرى الخيارات يعني زر اختيار قالوا لك فلاش USB ننزل فيشي إيزو وأنت ستقوم بحرقه لاحقا. نصعد قلنا فيشي إيزو ديسك ميموار فلاش يعني USB وفيشي إيزو يعني أنتم لكم الحرية في الاختيار. إما أن تحتفظوا بالنسخة إيزو ثم تقومون بفك الضغط عنها وحرقها على الفلاش أو على السي دي أو تقومون بتنزيلها مباشرة بنسخة مفكوكة الضغط ومحروقة يعني منسوخة على القرص على اليو اس بي تكونون قد ربطتم اليو اس بي بالحاسوب. لو اخترت الفيشي ايزو أو اليو اس بي الآن سأختار الفيشي مثلا الفيشي ايزو لأن اليو اس بي ليست عندي الآن ومعروفة. لو ضغط على اليو اس بي لو اخترت اليو اس بي وضغط على سويفو سيقول لي اختار القرص يعني اختار الديسك موفي بالاش أو اي أو حسب التي عندي. أنا سأختار فيشي ايزو ثم طاب ثم سويفو. يقول لك اختر المكان اختر المكان الذي ستحفظ فيه هذه النسخة. اختر المكان المكان معروف انطلاقا من بادو ديالوك باكو غير التي وجدت لدينا الآن ماشطار. أنا الآن في ملف المستخدم أخرج إلى بداية
الحاسوب، انا في وان درايف رضا سو بي سي، اضغط على سو بي سي مثلا واختار ديسك لوكال دي مثلا، انا في ديسك لوكال دي مثلا، ثم طاب windows.iso، يمكن ان اغير الاسم كما اريد او كما اشاء. طاب انغجستري بوتون، لو ضغط على انغجستري سيبدا التحميل، اضغط على انغجستري. الان النسخه جاريه التحميل، يجب ان اصبر على النسخه لمده طويله جدا لان حجمها كبير. انا ساقوم باغلاق النافذة لأنني لا أريد أن أقوم بتنزيل النسخة، أريد أن أقوم بالترقية. إشاب ثم وي. الآن أغلقت الأداة ثم نعيد فتحها من جديد، لأنني الآن استعرضت معكم كيفية تحميل نسخة، والآن نعود إلى موضوعنا الأصلي والذي هو كيفية ترقية النسخة. أود الإشارة إلى مسألة مهمة جدا، يجب أن يكون Windows Update مشغلا. لو كنا قمنا بإيقاف التحديثات بواسطة أداة Stop Update، نقوم باسترجاع التحديثات وحذف الأداة لنتمكن من ترقية الويندوز، رغم أننا نقوم بتنزيله عن طريق أداة Windows Media Creation Tools. هذا هو اسم الأداة التي ستكون لدينا، نفتحها. نفس الخطوات السابقة، Preparation de l'installation إلى غير ذلك. جاءت اتفاقية الترخيص. ننتظر قليلا. يقول لك ماذا تريد أن تفعل. قبل قليل رأينا كيفية تنزيل النسخة، يعني سبورت انستالاسيون، مساعد التثبيت. الآن سنضغط على مدخل نيفو لنقوم بترقية هذا الحاسوب إلى الويندوز 10. نقطة أخيرة، الناس الذين لديهم نسخة ويندوز منشطة أو مفعلة بالمايكروسوفت تولكيد سيقومون بفقد أو بفقدان الترخيص، وهذه النسخة لا يوجد لها كراك حتى الآن. أما الناس الذين قاموا بتنشيط الويندوز عن طريق أداة ديجيتال اكتيفاسيون قد يحتفظون بالنسخة. إذن موضوع التنشيط قد نفقده لو لم تكن لدينا نسخة أصلية، يجب أن نكون حذرين من هذه المسألة. إذن نضغط على مدخل نيفو إدخال. قال بأنني يمكن أن أستخدم الحاسوب إلى غاية تنزيل التثبيت. سيبدأ الآن في تنزيل التثبيت إلى غاية أن يصل إلى 100%، ثم سيسألني هل تريد أن تثبت الويندوز الآن أم لاحقا، ثم بعد ذلك سيقوم الويندوز بإعادة تشغيل الحاسوب مرات متعددة ومتتالية إلى غاية انتهائه من تثبيت التحديث، ثم سأشتغل بالحاسوب عادي. إذن ننتظره إلى غاية إكمال التنزيل، والعملية قد تطول لساعات طوال. أنا سأقوم بإيقاف التسجيل وأعود إليكم حالما يكتمل التنزيل. تكنو بلانيت. Information. Clair et net. إذن بعدما قامت أداة Windows Media Creation Tools بالانتهاء من تنزيل التحديث، وقد استغرق معي الأمر تقريبا 4 ساعات حسب سرعة الكونيكسيون عندي، وبعدما انتهى التحميل ظهرت لي نافذة اتفاقية الترخيص، أنا واقف عليها الآن، واقف على Accept Button. أنتم إن لم تظهر معكم النافذة تحركوا بألطاب حتى تجدوا نافذة اسمها Installation de Windows 10، ثم تحركوا بطاب إلى غاية Accept. أضغط على Accept بالإسباس. Choisir mes éléments à conserver. Vérification que vous êtes prêt à effectuer l'installation. Patientez. Obtention de mise à jour. Recherche de mise à jour. 2%. قبل تثبيت الويندوز يبحث عن بعض التحديثات، تحديثات التعريفات وبعض التحديثات الأخرى الخاصة به. نحن نتركه يبحث عن التحديثات بالراحة، على راحته يعني، ونسمع البورسنتاج يعني شريط التقدم. Information. Clair et net.
dialogue prêt pour l'installation, vous ne pourrez pas utiliser votre PC durant l'installation de Windows. Enregistrez et fermez vos fichiers avant de commencer. En résumé, vous avez choisi de procéder comme suit. Cochez installer Windows 10 professionnel, cochez conserver les fichiers personnels et applications. بعدما قام الويندوز بالبحث عن التحديثات اللازمة لتثبيت آخر إصدار من النسخة، ظهرت لي هذه الرسالة مفادها بأن الحاسوب صار جاهزا لتثبيت التحديثات، يعني تحديث ويندوز 10 نسخة ماي. قبل الضغط على زر انستالي أي تثبيت، هناك أمر مهم، يعني هنا ثلاث خيارات للتعامل مع الملفات. هنا خيار يسمى conserve les applications et les fichiers، هو مفاده أن الويندوز سيحتفظ بكافة البرامج والإعدادات، سيحتفظ بكافة البرامج والإعدادات، يعني كأنني قمت بعملية ترقية النظام من ويندوز أبديت. وهناك خيار آخر اسمه conserve les fichiers et supprimer les applications، يعني حذف البرامج والاحتفاظ بالملفات. وهناك خيار آخر اسمه نغية، حذف الملفات والبرامج، كأنك ستقوم بتثبيت نظيف للويندوز، لكنه يختلف عن التثبيت النظيف في عملية تقسيم القرص وفورماتاج للقرص. نضغط بأنسر طب لنعرف. مضيفي لزيليمون أكونسيرفي هي المسؤولة عن اختيار أو تغيير الخيارات. لو ضغطت عليها واخترت أحد الخيارات الثلاثة الأخرى التي ذكرتها لكم آنفا، سيعيد البحث عن التحديثات من البداية، وأنا أريد أن أقوم بترقية النظام فقط. إذن سأترك هذا الخيار على حاله، ثم طاب إلى غاية خصيدون، يعني الرجوع إلى الشاشة السابقة. أنستالي بوتون، سيقوم الآن الويندوز بالتثبيت. إذن أنا سأقوم بالضغط على زر أنستالي. Installation de Windows 10 dialogue installation de Windows 10 votre PC va redémarrer à plusieurs reprises. Cette opération peut prendre un certain temps. 0% effectué. Annuler bouton Alt plus A. إذا بدأ يحسب النسبة المئوية وسيقوم بإعادة التشغيل مرات كثيرة كما قال الويندوز. أود أن أخبركم بأنه في هذه اللحظة يمكن أن تجعلوا الناراتور يرافقكم بالضغط على Ctrl Windows Entry لتعرفوا أين وصل الويندوز في التثبيت، ونلتقي بعد عملية تثبيت الويندوز. Information claire et nette. إذن بعدما قام الحاسوب بإعادة التشغيل أكثر من مرة، تم تثبيت ويندوز 10 نسخة ماي 2019، ويا للسرور، لم يقم النظام بتضييع أو بفقدان التنشيط. هذا بالنسبة إلي، لأنني كنت مشغلا ومنشطا الويندوز بأداة ويندوز 10 ديجيتال أكتيفاسيون ليس مايكروسوفت تولكيد. هذه النسخة تحتوي على مستجدات كثيرة. أول شيء سنفعله هو سنتوجه إلى باغامتر لنتأكد من النسخة رقمها وإصدارها. ويندوز بلس إي، Paramètres. ثم tab. Liste. Entrée. Paramètres. Tab. Liste. Enzyl Bifin. Information système. Entrée. Sélection. ثم tab. Voir les détails dans la sécurité. Oui. هذا متعلق بالحماية tab. Spécification de l'appareil. هذا معلومات متعلقة بالأبارايت tab. Spécification de Windows Group. Mettre. طيب الآن أتصفح النافذة بالكائنات. الكائن السابق. 18362.30. الكائن السابق. Version du système d'exploitation. أزيد إلى الكائن السابق. الكائن السابق. الكائن السابق. Version Windows Edition. Spécifique pas d'objet précédent. طيب. Spécification. Spécification de Windows titre de niveau 2. Spécification de Windows. معلومات خاصة بالويندوز. Edition. Windows 10 professionnel. Professionnel. Version 1903. 1903. هذا هو إصدار النسخة. Installez-le. يعني هذا رقم الويندوز، الإصدار الجذري صح التعبير. 25/05/2019. تاريخ التثبيت هو 25 ماي 2019. Version du système d'exploitation. رقم إصدار النظام التراكمي، لأن هناك تحديثات جذرية وتحديثات تراكمية. التحديثات التراكمية هي التي تصدر بين شهرين أو ثلاثة أشهر، أما التحديثات الجذرية فهي تصدر إما كل ستة أشهر أو كل عام حسب الشركة. إذن رقم إصدار الويندوز التراكمي 18362. إذن هذا ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالنظام. نضغط بالت وسهم أيسر لنرجع إلى الشاشة الرئيسية للإعدادات. طب سيستم 1/14. سابقا في النسخ السابقة كان 1/13، الآن 1/14. ماذا أضيف لهذه النسخة؟ نتحرك بالأسهم يمينا. تليفون. هذه بيرسوناليزاسيون نحتاجها كثيرا. Application 6
معروفة. كود لغة الألعاب خيارات سهولة الوصول غوشيرش. هذه غوشيرش كانت بعد ميزاجوري سيكوريتي، صارت هنا غوشيرش قبل ميزاجوري سيكوريتي. كورتانا، زيدت كورتانا إلى الموضوع. إعدادات خاصة بكورتانا سنحاول التطرق إليها لاحقا إن شاء الله، لأن لم أستطع حتى الآن البحث في هذه النسخة، يعني الاطلاع على كافة المستجدات. كونفيدونسياليتي ميزاجوري سيكوريتي، سأتحدث معكم عن مستجد واحد في هذا التسجيل، هو موضوع متعلق بالبحث. نرجع إلى غاية الغوشيرش، إدخال ثم طاب، نترك هذا على حاله، ننزل غوشيرش دو ويندوز، إدخال طاب. الويندوز سابقا عندما كنت أضغط على ويندوز بلس إف لأبحث في الويندوز كان يبحث لي فقط داخل يوزر، داخل مجلد اليوتيليزاتور عندي. هو اسمعوا ماذا يقول هنا. يقول لك يبحث لك في البيبليوتك، في المكتبة وسطح المكتب فقط. هذا البحث الكلاسيكي. زادوا نوع آخر من البحث يسمى أفونسي، البحث الأفونسي، البحث المتقدم، يبحث لك في كافة الجهاز. طبعا هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا ليقوم الحاسوب بجدولة الملفات. طاب هنا إذا أردنا أن نقوم باستثناء مجلد لا يبحث فيه الويندوز، يعني ها هو المجلد الذي سيستثنيه، بروجرام داتا لا يبحث فيه لأن لا توجد فيه ملفات عندما نبحث. أب داتا أيضا لا يبحث فيه، هذه المجلدات لا يبحث فيها. لو أردت أن أزيد مجلد أضغط على أزيطي أندوسي وأقوم بالبحث. أنا سأرجعها إلى الكلاسيك الأفونسي، لو أردت الأفونسي أضغط عليها بالإدخال. أنا سأتركها كلاسيك في الوقت الحالي. إذن هذا هو المستجد. هناك مستجد آخر اسمه Windows Soundbox. هذه Soundbox ماذا وظيفتها؟ تقوم بتشغيل البرامج التي نثبتها ونجربها في بيئة خاصة، كأننا نستخدم صانع الأجهزة الوهمية VirtualBox أو برنامج Virtual Workstation الذي نقوم من خلاله بإنشاء نظام وهمي على الجهاز. الويندوز ديس قام بإضافة خاصية في Windows Defender تسمى Windows Soundbox. يمكن تشغيل هذه الخاصية. هناك مستجدات كثيرة أهمها فصل بحث كورتانا عن بحث الويندوز، يعني عندما تبحث بكورتانا لا يبحث لك في النظام وإنما يبحث لك في الانترنت، ويمكن أن تقوم بإعداد هذه الأشياء من خلال كورتانا وإلى غير ذلك من الأشياء والمستجدات، بما في ذلك بعض الإعدادات الإضافية في ويندوز أبديت، يعني في ميزاجوري سيكوريتي. يعني هناك طرق جديدة وإضافية للتعامل مع تدفق التحديثات. وقبل الختام أود أن أشير إلى أن الويندوز ميديا كرياسيون تولز عندما قامت بترقية النظام فهي اعتمدت على نسخة قامت بتنزيلها في الديسك لوكالسي. لو ذهبنا إلى ويندوز بلس آغ ثم إلى الديسك لوكالسي سأجد مجلدا جديدا اسمه ESD، أدخل إليه أجد مجلد اسمه ويندوز، أضغط عليه بالإسباس ليكون محدد ثم إدخال بوت نون سيليكسيوني ان سور 8. هنا نسخة من الويندوز، يمكن أن أتحكم في هذه النسخة، أقوم بضغطها بنقلها إلى القرص الخارجي بحرقها على فلاش لأثبتها على حواسيب أخرى أو أقوم بحذفها. إذن للاستفادة من المساحة الخاصة بالقرص إما أقوم بنقلها من الديسك لوكالسي أو أقوم بحذفها نهائيا ثم بعد ذلك عمل تنظيف للقرص الصلب انطلاقا من الشروحات التي رأيناها سابقا، حتى نستطيع أن نفرغ مساحة تقريبا 10 جيجا بايت من القرص الصلب التي أخذتها التحديثات ما بين التنزيل وفك الضغط والتثبيت وملفات الدياغنوستيك وملفات التقارير وإلى غير ذلك. إذن هذه كانت آخر معلومة نختم بها هذا التسجيل، وإلى اللقاء في تسجيل آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.